السلام عليكم. في اول فيديو من فيديوهات العرض المدفوع باكتر وا، العرض هذا باش يكون مخصص للي شابيتر الكل نتاع النوروفيزيولوجي اللي باش يكونوا الدروس نتاعهم تيسي نيرفو ريفلكس ميوتاتيك الموسكول سكيليتيك ديبرسيون ارتيريال والليجين دو سيستيم نيرفو. طبعا باش ناخذوهم بطريقه مبسطه ومفصله كيف ما استانسنا ومن غير تعقيد، واللي مش باش يفهم بالكتيبه باش يفهم بالحديث وبالتفسير، واللي ما يفهمش بالحديث باش يفهم بالتصور، واللي ما يفهمش بالتصور باش يفهم بالفيديوهات. الحاصيل ماك باش تخرج من هنا بحول الله كان فاهم الشابيتر ومتمكن منه بالكدا. دونك ما غير ما نطولوا برشا وهيا نبداو على روحنا. اول كور اسمه التسيو نيرفو. التسيو نيرفو بالعربيه يجي هو النسيج العصبي ولا الجهاز العصبي بصفه عامه. باهي شنو حكايته وشنو هي قصته كلها هذا اللي باش تعرفوا عليه في الفيديو هذا. باهي اجا نبداو بانترودكسيون خفيفه. باهي لوم اي دوي دو سونسيبيليتي دو كونسيونس اي دو موتريسيتي. Il est sensible aux divers stimuli de l'environnement extérieur et du milieu intérieur et il réagit de multiples façons pour s'y adapter. Mais il a une sensibilité ou une conscience ou une motricité. Il a une conscience, il a une motricité, il a une motricité. Il est sensible aux stimulations de l'alcool. عنده احساس معناتها ينجم يفيق وينجم يديتكتي المتغيرات الكل، معناتها اي تغير في المليو اكستيريور نتاعو، معناتها في الدنيا في الوسط اللي هو موجود فيه والا في المليو انتيريور والا هو من داخل، معناتها ينجم اورجان من لي زورجان نتاعو يتصرف بطريقه معينه فهو يفيق بهك التصرف هذاك ولا يفيق بهك التغير اللي صار في الاورجان هذاك وياخو القرارات اللازمه وينفذها. هذا اش معناتها بور سي ادابتي، باش يتاقلم، باش يتاقلم مع اي سيتوياسيون، مع البرد، مع السخانه، مع الوجيعة، مع الستريس، فهمت؟ هذا اش معناتها؟ انه لي ديفيرس ستيمولي هو نجم يتفاعل معها ويعمل تصرفات بور سي ادابتي باش يتاقلم. باهي، انسي مثلا هنا لا سونساسيون دو فروا في فريسوني لو كور اي نو بوس ان نو ريشوفي. كي تحس بالبرد ديريكت تولي عندك لابيتود، عندك ريفلكس من الداخل انك يلزمك تدفي روحك. او كونترير Une augmentation de la température externe en été provoque une sudation par la peau et nous incite à rechercher la fraîcheur. Kif kif fassif, aoul ma tosخن الدنيا الناس كل تولي تلوج على الفريشور، تلوج على النسمة، تلوج على البرد. هذا كله من التفاعلات اللي تصير بالسيستم تاعهم، معناتها الانسان دوي عنده سيستم يخليه يعمل حاجات هذوما الكل، يخليه يديتكتي اي متغيرات ويتفاعل معاها. دونك دو بلوس لوم اي كابابل دو ريفليشير دو ميموريزي. الانسان ينجم يفكر وينجم يخزن معلومات وينجم يحفظهم. دابروندر ينجم يتعلم. يدو كومونيكي ينجم يتواصل بار لو لونغاج. نو سافون كو لو سيستيم نيرفو اي لو سوبور اناتوميك دو تو سي فونكسيون. سوبور اناتوميك معناتها الحاجه المحسوسه اللي عندنا تخلي الانسان يعمل حاجات هذوما الكل هي سميناها السيستيم نيرفو، معناتها الجهاز العصبي. السيستيم اكيد نعرفوا كما عرفتوا معناتها بالكرات السابقه وبخبرتكم تبارك الله انه سيستم يلزم يكون فيه اكثر من اورجان، يلزم يتلموا برشا دي زورجان مع بعضهم باش يعملوا لنا ان سيستم. سيستم هو نظام مش ساهل، معناتها كلمه سيستم دونك حاجه تتركب من برشا حاجات اخرين. دونك سيستم نيرفو هو خدمته هذا الكل، خدمته انه يخلي الانسان سونسيبل وكونسيون وموتريس، ينجم يتحرك وينجم يخمم ويفكر وينجم يكون واعي وينجم يديتكتي اي متغيرات تصير، ينجم يفيق بها المتغيرات هذيك ويتعامل معها ويتاقلم معها باش في الاخر يل سيرفي، باش ينجم يعيش في لي كونديسيون الباهين. دونك دو كوا اي كونستيتوي لو سيستيم نيرفو؟ منش يتكون هذا السيستيم نيرفو نتاعنا؟ هذا يكور منهم. دونك الكور الاولاني باش يكون اجابه على سؤال دو كوا اي كونستيتوي لو سيستيم نيرفو، معناتها من شنو يتكون السيستيم نيرفو. ما تنجمش تفهمه الا ما تفهم الاناتومي كامله، لازم نعرفوا السيستم هذا شكون الاعضاء نتاعو، شنو هو منش يتكون بالضبط تفصيليا. الحاجه الثانيه كومو فونكسيون تيل، كيفاش يقاد يخدم، معناتها كيفاش يفيق بالحق باي متغير يصير، كيفاش يفيق بالبرد، كيفاش يفيق بالسخانه، كيفاش يفيق بتغير حتى من داخل، كيفاش يفيق انه البريسيون ارتيريال نتاعو طاحت مثلا، ولا كيفاش يفيق انه تونسيون طلعت، فهمت؟ دونك الاجابه على السؤال هذا باش تكون كور وحده، معناتها كور باش نجاوبوا فيه دو كوا الي كونستيتوي السيستم نيرفو، من شنو يتكون السيستم نيرفو. الكور الثاني باش يكون اجابه على كومو فونكسيون تيل، كيفاش يخدم، كيفاش يخدم هذا اصلا باش نعملوا فيها زوز كورات. احنا مادام قلنا الي كونسيون موتريس معناتها فما تصرفات يكون واعي بها وفما تصرفات يكونوا دي ريفلكس، فما تصرفات يكونوا عباره على رده فعل حتى الانسان ما يحكمش فيهم، معناتها فهمت؟ انت اول ما تسخن صبعك ما عندكش الوقت باش تخمم وباش تاخذ قرار اسكن بعد يدي ولا من بعد، تلقى ايديك بعدت وحدها، هذاك ريفلكس،
هذاك ريفلكس. دونك هذا نوع من انواع التصرف تاع السيستم نيرفو. لكن انت ستنجم تبدا قاعد وتختار باش تهز حاجه بيديك، هذاك انك باش تهز حاجه بيديك ماهوش ماهيش ريفلكس، هذيك فولونتي انت خممت من الداخل وقررت انك تهزها. دونك بعثت السيستم نيرفو نتاعك قرر انه يهز الحاجه هذيك، دونك الموسكل يتحرك ويهزها. هذه نوع اخر من الرياكسيون اللي عملهم الانسان اللي هما لي رياكسيون فولونتير. دونك الدرس الاول باش يكون دو كوا كونستيتوي سيستم نيرفو، من شنو يتكون. الدرس الثاني كوما فونكسيون، باش نقسموا لحاجتين، كيفاش يتحرك في حالات الريفلكس، كيفاش يخدم في الريفلكس، وباش ناخذ كور اسمه الريفلكس ميوتاتيك. والدرس الثاني في نفس الاجابه نتاع السؤال هذاك كوما فونكسيون تيل، باش تكون في الميسكول سكوليتيك، كيفاش الانسان يعمل دي زاكسيون فولونتير باللي ميسكول نتاعو، كيفاش يحركهم ابارتير من سيستم نيرفو. وعندنا زاده فيه باش ناخذوا كيفاش حاجات اوتونوم، حاجات معناتها دي زاكسيون تصير من داخل. مثلا انت عمرك ما اخترت زعما نتنفس ولا ما نتنفسش، زعما نخدم قلبي ولا لا، زعما نطلع له في التونسيون ولا نطيحه. هذا الكل احنا ربي عطاه خلاه لنا لاهي بروحه وحده، عمل لنا سيستم نيرفو في وسط السيستم تاعنا لاهي باللي زاباري هذوما، باش نسميهم سيستم نيرفو فيجيتاتيف، اللي لاهي بالقلب ولاهي بالكلاوي ولاهي بكذا، يخدم فيهم وحده من غير حتى احنا ما ندخلوا فيه، هو يعرف شو يعمل. هذا الكل داخل في الاجابه نتاع كومون فونكسيون تيل. وهالسيستم العظيم هذا اللي عطاه لنا ربي ومعقد بفاسون كبيره على الاخر وسنسيبل وحساس وعنده البريسيزيون رهيبه جدا، معناتها فريمون متطور سيستم نيرفو نتاعنا، يلزمو ديزيجين، يلزمو كيما لونتروتيان، يلزمنا نحافظوا عليه. فما ديزاكت يلزم نعملوهم، فما حاجات يلزمنا نتجنبوهم باش نستحفظوا على صحه السيستم تاعنا، اللي هي باش تكون اجابه على السؤال الاخراني انه كومون اسوريتون ليجين دو سيستم نيرفو، اللي هو كور كامل اسمه ليجين دو سيستم نيرفو. دونك هذا هو ملخص العرض وملخص الدروس، وهيا نتوكلوا على ربي ان شاء الله.